بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد اقوى مشاهد صيد الحيوانات بافريقيا بالسهم. هنشوف السهم بيخترق الحيوانات بسهوله كامله النهارده ان شاء الله. هنتابع مع بعض ضربه سهم قويه، هنشوف حجم الحيوان والسهم بيخترقه ازاي. السيتل 120 كيلو، شوف السهم بيخترقه. شوف 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 شوف، ده المها 220 كيلو، امبالا 45 كيلو. شوف السهم يخترقوا السيد. شوف السهم في التراب، الخليل الافريقي، الامبالا. شوف القفزه، شوف السهم نزل التراب السيتل. شوف يخترقوا بالطول، شوف ينفذ من مؤخرته المه في التراب. شوف شوف الامبالا، شوف المه، شوف شوف الفسفور في الارض السيتل. شوف السهم يخش من الكتف يطلع من الكتف التاني، ده النوز العرف. شوف 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 ينزل في الارض. شوف السهم يعلى ازاي وينزل، لقطات قوية جدا. شوف قدامكم، شوف سبحان الله، الكود وحجم الانسان بالنسبه له 280 كيلو وصوت.